بنوته اللي في عمر العشرينات غير اللي في الثلاثينات غير اللي في الاربعينات غير اللي فوق الاربعين. نحدد ازاي نوعيه الفيتامين اللي يحتاجه كل جسم يعني كل شخصيه من دول او على حسب عمرها؟ بصي يعني ايه المطلوب للي من العشرينات تبدا تدعم بيه نفسها مثلا وبعدين بيزيد مع التقدم العمر؟ هو اي سيده بتحتاج فيتامينز يوميا، يعني من الفيتامينز اللي بنحتاجها يوميا فيتامين سي. تمام. بيدعم المناعه جدا، فيتامين سي بيدعم الغضاريف وبيدعم العظم. فيتامين سي بيحفز لي على انتاج الكولاجين فبيعلي لي جدا نضاره البشره. من الفيتامينز اللي بنحتاجها يوميا اللي هي الووتر سوليبل اللي هي قابله للذوبان في الماء. فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه. طبعا السيده الاكبر سنا بتحتاج اكتر. اكيد جرعات، تقصد جرعات اكتر. تمام. والسيده الحامل بتستشير الطبيب لان بتحتاج جرعات معينه من فيتامين من الاوميجا من الفوليك اسيد، مهم قوي ليها لانه بيدعم صحه الاعصاب ويعمل على عدم تشوهات الاجنه. الست اللي بترضع محتاجه برضو فيتامينز. بعد المونوبوز او بعد بدانا نخش في الأربعين والخمسة والأربعين فلازم ندعم جدا صحه عظمنا لان مع البونوبوز كثافه العظم بتقل جدا، فبتستشير الطبيب تعرف نسبه الكالسيوم بتحتاج اكتر من اللي عندها 20 سنه و30 سنه. اكيد. فكل فئه عمريه بتحتاج فيتامينز، بس المقادير والتركيزات عندي بتختلف، لكن الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الماء مفيش مشكله ان انا اخدها يوميا. طب ما تكلمينا بقى عن الفا مالتي فيت، علشان هو من الفيتامينز المرشحه للسيدات وطبعا لكل الفئات، لكن هنتكلم عن ده بس. كلميني عن فوائده للمراه. ألب مالتي فيت رائع. في معظم، مش بقول كل الفيتامينز، اقدر اقول معظم الفيتامينز، وفي الفيتامينز اللي بتدعم لي جدا المناعه للمراه. الصحه النفسيه بيقدر يدعم بطريقه ما المود بتاعها، النشاط بتاعها، سرعه الايض بتاعها. بيدعم الكالسيوم، لان داخل ألب مالتي فيت انا عندي فيتامين سي، عندي فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، فيتامين بي والعيلة كلها. والله كلها. ما شاء الله. عندي الزنك، الزنك داعم جدا للشعر على فكرة، الزنك ونحاس يعني بشرة وشعر. وطبعا مناعة. احنا شايفين على الشاشة دي صورة علبة او منتج ألب مالتي فيت. طبعا احنا موجودين ومتوفرين بالصيدليات في كل محافظات مصر. نقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشة ده، رقم الشركة، بتقدر البنات اللي شغالين في الكول سنتر يوجهوهم الصيدليه اللي جنب بيتهم. طبعا احنا هنا بنشرح كل الفيتامينات اللي موجوده في دي موجوده بنسبها كمان. طبعا بالنسب كلها. كلمينا عنها بقى. طبعا الزنك عندي اعلى تركيز في الزنك، ما دام عندي زنك يبقى لازم اي مكمل غذائي فيه زنك وبمشي عليه لايف تايم او بمشي عليه مده طويله لازم احط معاه نحاس. لازم، لان ده كليتس بيشغلوا بعض. طبعا. تمام. فيتامين هي اللي هو فيتامين اي، ده اقوى مضاد اكسده ربنا خلقه. لازم طول الوقت انا جسمي بيتعرض للالتهابات. صحيح. من حاجات كتيره جدا بيتعرض للالتهابات، فبقدر امنع او احد شويه من الالتهابات من فيتامين اي. بلس لما احنا شفنا طبعا فيتامين بي، شفنا الكالسيوم موجود، والحلو في ألب مالتي فيت ان الكالسيوم تركيزه 70 فقط. هو المفروض في العادي يبقى تركيزه قد ايه؟ لا، في العادي السيده بتحتاج 1000، اللي هي السيده الطبيعيه مش الحامل. الحامل بتحتاج 1200. اوكي. وبعد المونوبوز او انقطاع الدوره برضو بتحتاج 1200. فعشان كده بقول هو ألب مالتي فيت حلو جدا للسيده الحامل، بس اكيد بنصحها باستشاره الطبيب لو محتاجه تاخد كالسيوم زياده مع ألب مالتي فيت، لان ما ينفعش الكالسيوم، انا بتكلم على مكمل غذائي بنمشي بيه وقت طويل، ما ينفعش يتحط فيه كالسيوم بتركيز عالي. يعني مثلا يقول لي طب مثلا لو انا عندي مشاكل كبيره جدا في العظم، لا غنى عن زياره الدكتور. اوكي. لان لو محتاجه كالسيوم بقى بتركيز عالي جدا لمده شهر شهرين زي ما الدكتور بيقول، وبتمشي على التركيز البسيطه اللي زي ألب مالتي فيت. السؤال بقى، ألب مالتي فيت هنا عايزه اعرف الجرعات بتاعته المسموحه، وعايزه